لجنه الحكم ورق معالي الوزير استاذ الدكتور سعد زكي نصار، استاذ الدكتور ممدوح مجدود نصر، استاذ الدكتور سناء النبي، استاذ الدكتور محمد كامل رحل. المقدمه بتاعتي عايز اقول ان طبعا كان حلم الدخول للصحراء طبعا اصبح حقيقه امام الدوله دلوقتي نظرا للتحديات اللي بتجاب الدوله من تعديات على الاراضي الزراعيه وزياده مطرده في السكان. اصبح لا محال ولا مناص امام الدوله غير ان هي تخترق الصحاري المصريه بشرايين تدخل بها بمشاريع قوميه كي تستفيد من الموارد الموجوده في هذه الصحاري، ومن بين هذه الصحاري الصحراء الغربية التي تمثل 68.1% من مساحة مصر وتسخر بالعديد والعديد من الموارد التي تؤهلها ان هي تكون يعني مسرح عمليات خاصة بالتنمية المتكاملة سواء اذا كانت زراعيا وصناعيا الى اخره. واذا تم استغلال الموارد المتاحة الموجودة في الصحراء الغربية ده هينعكس على الاستثمار والبيئه والتنميه هناك. الامر الذي دعا الدراسه ان هي تتعرف على امكانيات التنميه الزراعيه في الصحراء الغربيه في محاوله لعمل تخطيط وعلى التوزيع للموارد اللي موجوده. عايزين نتعرف من خلال الدراسه على شكل ونمط الانتاج هناك في الصحراء الغربيه شكله عامل ازاي بالنسبه للمزارعين. جميل ان احنا عندنا اراضي هناك، بس عايزين نشوف ايه شكل التعامل مع الموارد وعناصر الانتاج بشكل عام ازاي. عملنا برضو خريطه اقتصاديه بتحاول ان هي تحاكي او محاوله ان هي تحاول ان هي توصل لاهم الموارد الارضيه اللي موجوده وهي اراضي الدرجه الثالثه اللي موجوده في الصحراء الغربيه وتوزيعها على الاماكن في ضوء مشروع قومي زراعه 50.5 مليون مليون فدان. مشكله الدراسه على الرغم من تعظم الأهمية الاقتصادية للصحراء الغربية من حيث الرقعة المساحية والرقعة الأرضية والمساحة إلا أنها لا تستغل الاستغلال الاقتصادي الأمثل الذي يتناسب مع أهميتها المساحية من ناحية، ومن ناحية ثانية أن التراكيب المحصولية المستخدمة في المناطق المأهولة بها، والمعني بالمناطق المأهولة يا فندم هم السبع مناطق اللي موجودة في منطقة سيوة، منطقة الواحات البحرية، منطقة الفرافرة الداخلة، بلاط، باريس، الخارج. دي هي المناطق المأهولة اللي بتمثل 89% من المناطق المأهولة الموجودة في الصحراء الغربية، دي طبعا بتستغل تركيب محصولية، بتشتغل على تركيب محصولية لا زالت تقليدية، بتستهدف المورد المائي الذي يعد من أهم العوامل المحددة للتنمية الزراعية في المنطقة. وغرب غرب المنيا كمان. وغرب غرب المنيا يا فندم، احنا معاك. يعني ده مؤخرا طبعا هي تعد من المناطق التانية يعني. عليا يا فندم ان احنا عملنا محاولة ان احنا نتعرف على من خلال الدراسه ان احنا نتعرف على كيفيه الاستغلال الاقتصادي الامثل للموارد الاقتصاديه المتاحه تمشيا مع التوسعات الحاليه والمستقبليه لمشروع 1.5 مليون فدان. ايجاد خريطه جديده تضيف مساحات جديده من خلال من واقع بيانات الانفورميشن سيستم اللي موجوده لدى وزاره الزراعه ووزاره الري، ابتدينا ان احنا نوفق ما بين الموارد المائيه والموارد الارضيه عشان نوصل بحلول منطقيه وعمليه نقدر نشتغل عليها. اهداف الدراسه تستهدف الدراسه تحليل الوضع الراهن لامكانيات التنميه الاقتصاديه والزراعيه في الصحراء الغربيه، ويتم ذلك من خلال عده اهداف فرعيه. اول حاجه مطلوب مننا احنا نتعرف على الوضع الراهن والامكانيات المتاحه للتنميه في الصحراء الغربيه، دراسه افاق التنميه وامكانيات التوسع الافقي والراسي، التقدير الاحصائي لدوال انتاج اهم المحاصيل بعينات الدراسه. عايزين نوصل من خلال دوال الانتاج دي ان احنا نتعرف على هل المزارعين بيستخدموا العناصر المستخدمه في العمليه الانتاجيه بكفاءه ولا لا من خلال مؤشرات الكفاءه. رابعا دراسه التراكيب المحصوليه المثلى في ظل او افضل في ظل التوسعات الحاليه والمستقبليه لاهم مناطق الصحراء الغربيه. وضع خريطه اقتصاديه توضح ممكنات التنميه في ضوء التوسعات الحاليه والمستقبليه. تحقيقا لاهداف الدراسه يتم ذلك من خلال خمس ابواب بالاضافه الى المقدمه والمراجع والملاحق والملخصين باللغتين العربيه والانجليزيه، متضمنه في محتوى الباب الاول يستعرض الاستعراض المرجعي والاختيار النظري، الباب الثاني الوضع الراهن والامكانيات المتاحه في الصحراء الغربيه، الباب الثالث الدراسه الميدانيه لبعض المتغيرات ذات العلاقه بالتنميه الزراعيه، الباب الرابع التراكيب المحصوليه الافضل في ظل التوسعات الحاليه والمستقبليه
بالصحراء الغربيه تمشيها مع مشروع 1.5 مليون فدان. الباب الخامس خريطه الجغرافيا الاقتصاديه الزراعيه لاهم المناطق المقترحه للتوسعات الحاليه والمستقبليه بالصحراء الغربيه في ضوء مقترحات يا فندم عملناها. مقترح 850 ازاي ان احنا نستصلح 850 الف فدان، ومقترح استزراع او استصلاح 1 مليون فدان من اراضي الدرجه الثالثه.